لكن خلينا نبتدي بانه كان برضو ناس عدد كبير من الناس كانوا بيسالوا حوالين ليه السيد الرئيس لم يذهب الى القمه العربيه في نواكشوط بموريتانيا. والمعلومات اللي الحقيقه توفرت للصحافه النهارده وانفردت بيها اليوم السابع في اول اطلاله هي ان يعني الدوله في مصر استطاعت ان تكشف مخطط كبير لاستهداف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال وجوده في موريتانيا، ودي معلومه شديده الاهميه وشديده الخطوره وتوحي باستمرار يعني هذا التفكير الارهابي المتطرف في التربص بمصر وبرئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في موريتانيا. طبعا بعد الكشف عن هذا المخطط كانت الامر طبعا شديد التعقيد وشديد الخطوره، تم ابلاغ طبعا جهات متعدده على الصعيد العربي وايضا في موريتانيا بكل التفاصيل، والرئيس قرر انه يوفد الرئيس الوزراء او ينيب رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لحضور هذه القمه. اذا كان هناك مخطط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي في موريتانيا، دي المعلومه اللي انفردت بها اليوم السابع الصبح ونقلتها بعد ذلك كل وكالات الانباء. التفاصيل الحقيقه لم تعلن بالكامل حتى الان، يعني اللي حصل من المجموعات دي، هل تم رصد حد، هل تم القبض على حد، ده كله لم يتم الاعلان عنه حتى الان. ما نعرفش اذا كان في بيان رسمي يصدر بهذا الشان ام لا، لكن دي معلومه في يقيني انا وفي معلوماتي انا مؤكده.